السلام عليكم أصدقائي الأعزاء. حلقة اليوم سوف يكون موضوعها مشروع الطريق السيار الذي سيربط غرسيف بالناظور وبالضبط ميناء غرب المتوسط، والذي أعطيت انطلاقته هذه السنة، حيث أوضح وزير النقل والتجهيز عبد القادر عمارة السنة الماضية بأنه سيتم إطلاق عملية تثليث عدد من الطرق السيارة خلال هذه السنة، فأوضح لرده على سؤال إن شاء الله عز وجل في سنة 2022 غادي ينطلق الميناء. الآن الميناء تنهيد نقول والربط دياله، كاين كما تعلمكم طريق السيارة اللي غيمشي من غرسيف الناظور بالضبط من السون الناظور باش يوصل للميناء. لا تنسوا الاشتراك في القناة تشجيعا لنا لكي نستمر دائما في نشر المزيد. شكرا لكم. لولاك ربي لما حققت أمنيتي، أنت المثبت لي عزمي وإيماني، أنت الميسر ترتيلي على مهل، أنت المسخر لي أهلي وخلاني. أعانني والدي بل ظل لي سندا، وشد من أزر قلبي حب إخواني. علية لم ولن أنساك ما خفقت روحي لما كان من تعليمك الحاني. حنان يا من رعيت سير حافظة، فكم أفضت بتوضيح وتبيان، وخطات لنجاحي كنت واضعة تتوجيها بتوصية وتحناني. أما حبيبة قلبي فهي سامية، رفيقة الدرب في ختمي للقرآن. أستاذتي كنت بعد الله لي سندا، إن كلا قلبي كنت قلبي الثاني. تشاطريني دعاء الليل ضارعة، وتعلمين بما يشتح وجداني. يا بنت من أساسات تحفظ يا أملا، يظل يصدح حبا فوق أغصاني. أمي أبي إنني أهديكما فرحا، ختم القرآن بترتيل وإتقان. يا بنت من أساسات تحفظ يا أملا، يظل يصدح حبا فوق أغصاني. أمي أبي إنني أهديكما فرحا، ختم القرآن بترتيل وإتقان. عسى يعليكما يا والدي غدا لحلة النور والبشرى بتجاني. يا أم غالية ويا أبا أرقايا، بحفظ غالية أجزاء قرآني. ومن أتى لختامي شهيدا فرحي، بوركتم جمعا يا أهل قرآني. هذه القصيدة من أفياء غالية، عساه يفصح عن شكر وعرفاني. دعاء
دعاؤكم في هزيع الليل يفرحني بأن أسير على منهاج قرآني وأن يبلغ من يشتاق ختمته ما قد بلغت من البشرى بإحساني. دعاؤكم في هزيع الليل يفرحني بأن أسير على منهاج قرآني وأن يبلغ من يشتاق ختمته ما قد بلغت. لولاك ربي لما حققت أمنيتي أنت المثبت لي عزمي وإيماني أنت الميسر ترتيلي على مهل أنت المسخر لي أهلي وخلاني أعانني والدي بل ظل لي سندا وشد من أزر قلبي حب إخواني علية لم ولن أنساك ما خفقت روحي لما كان من تعليمك الحاني حنان يا من رعيت سير حافظة فكم أفضت بتوضيح وتبيان وخطات لنجاحي كنت واضعة تتوجيها بتوصية وتحناني أما حبيبة قلبي فهي سامية رفيقة الدرب في ختمي للقرآن أستاذتي كنت بعد الله لي سندا إن كلا قلبي كنت قلبي الثاني تشاطريني دعاء الليل ضريعة وتعلمين بما يشتح وجداني يا بنت من أسست تحفيظا يا أملا يظل يصدح حبا فوق أغصاني أمي أبي إنني أهديكما فرحا ختم القرآن بترتيل وإتقان يا بنت من أسست تحفيظا يا أمل.